فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض من عندهم أو من تحصلوا على القرض من صندوق التنمية يعرضون هذا القرض للبيع. ما يجوز هذا، ما يجوز بيع القرض، ما يجوز بيع الدراهم بدراهم، والبنك ما يوافق على هذا، ما يوافق على هذا، ما هم ملك لك تبيعه، وأيضا هذا دراهم بدراهم ما يجوز. نعم.